فنانة أروى جودة، مرحب فيكي بالإمارات. أهلا وسهلا. قالوا لي عم تحكي لبناني. لا، عم بحكي لبناني على سوري، ما بعرف الفرق بيناتهم. طب انت من ورا يعني العشرة ولا دور او اي شيء؟ لا، من ورا ان انا قعدت وقت طويل بصور مسلسل لبناني سوري. نحن بنشوف عادة، بنشوف الممثلين كتير بيروح بيمثلوا باللهجة المصرية، ليش انتوا المصريين ما بتروحوا بتمثلوا باللهجة التانية؟ بيحصل والله، مش عارفه، ما بتكتب لناش دور يطلب مننا ان احنا نتكلم لهجه. صعب بتلاقي صعب عليك انك تحكي لبناني كثير هينه. صرتي بتعرفي كثير اشياء مفرده. ايه، فيني احكي شوي، بس ما زال يعني انه عم خربت بيناتهم. عم تخربي بين اللبناني والسوري شوي، هن قراب لبعض. ايه، كثير قراب عن بعض. طيب خبرينا اليوم عن مسلسلك، كيف الأصداء، كيف الأخبار؟ صانع الأحلام عامل صدى مختلف عن كل مسلسلات عملتها قبل كده. الناس مستغربة مضمون المسلسل، مبسوطين أنه القصة المطروحة بتحترم ذكائهم، بتخلي المتفرج غصب عنه يفكر ويدور ويعمل سيرتش على جوجل. يعني أنا حاسة أن ردة الفعل حلوة الحمد لله. مع زحمة هيدي المسلسلات اللي كتيرة، أحيانا في كتير مسلسلات بتضيع مع أنه بتكون حلوة أو كذا، يمكن على كترة المسلسلات أو يمكن بتكون على محطة مش كتير عم تاخد حقها. كيف فكرتك لهذا الشيء؟ صراحة أنا يعني حتى لو أنا مش بمثل في مسلسل، عمري ما بتفرج عليها على التلفزيون، بحضره دايما على يوتيوب. يا اما يوتيوب عشان الاعلانات بتبقى كتيره قوي، فانا بالنسبه لي ده مزعج جدا. وساعات بيبقى في ناس مثلا عندها شغل كل يوم، فما بيبقوش لاحقين انهم يتفرجوا على المسلسلات اللي هم عايزينها، فبيروحوا الويكند يحضروا بقى بقيه المسلسلات كلها على يوتيوب. بس شو عم تحضري هلا، شيء جديد؟ لا، انا لسه مخلصه ما فيش من اسبوع المسلسل. بس يعني في فيلم بنتكلم عليه، بس مش عارفه ايه اللي هيحصل فيه. كيف كانت الاجواء مع ماكسيم وطوني عيسى وهالخلطة يعني اللبنانية السورية، كيف كانت؟ والله كانت خلطة لطيفة جدا، يعني اتبسطت قوي. أستاذ محمد عبد العزيز المخرج شخص لطيف جدا وصبور جدا وهادي، وتوني عيسى وماكسيم ناس يعني دمهم خفيف جدا وممثلين شاطرين قوي قوي قوي، فاستمتعت بصراحة بالشغل معاهم وتعلمت منهم كتير، وأتمنى إن شاء الله إن احنا نعيد التجربة دي. يعني أتمنى لك كل التوفيق. ثانك يو، ربنا يخليك.